بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في يوميات أسرة بسيطة. إن شاء الله النهاردة هنعمل فكرة هتنفعنا جدا، هتنظم الدولاب، أي دولاب، مثلا دولاب الأطفال، دولاب بتاعنا الكبير، ممكن نستخدمها أكتر من استخدام. النهاردة الفكرة بتاعتنا إن إحنا نستخدم أو نستغل لو عندنا صندوق او كرتونه، اي حاجه انت مش عايزه. جبتي مثلا، احنا مثلا كنا جايبين السناكس ده وخلص، وكنا حتى عاملين عليه تحدي على القناه، هبقى اكتب لكم، هبقى اسيب لكم ان شاء الله الرابط بتاعه تحت. بدل ما نرميه، احنا لاقينه بصراحه نظيف اهو جميل وزي الفل، قلنا نستغله. بدل ما نرميه نستغله في حاجه تانية. بس طبعا احنا مش هنستخدمه كده، عايزين نغير من شكله شويه، وفي نفس الوقت ما نصرفش كتير او نكلف نفسنا كتير. كل اللي هنحتاجه حاجة بسيطة خالص. نشوف ايه اللي هنحتاجه مع بعض. نشوف مع بعض. انا مثلا عندي تيشيرت قديم مش بلبسه. التيشيرت ده انا مش بلبسه الحقيقة، ويعني ايه، في نفس الوقت شكله حلو وشكله شيك. ممكن بقى لو عندك تيشيرت لاولادك، عندك مثلا تيشيرت جوزك، عندك حاجة انت مش بتلبسيها، فبدل ما ترميها، طبعا هي لو كويسة وتنفع ان حد يتبرع بيها يا ريت نتبرع بيها، انما لو حاجه يعني ايه مش عايزاها وما تنفعش كمان للتبرع، فدي ممكن نستغلها. بدل ما نرميها نستغلها. هنعمل ايه؟ بصوا بقى، ادي البوكس اهو عندنا، او الصندوق اهو زي ما حضراتكم شايفين. طبعا اي تيشرت بيبقى المكان اللي انت مش من المكان اللي بتدخلي منه يعني راسك، لا من تحت، واقوم حاطه الصندوق اهو في قلبه من تحت. يا ريت تشوفوني كده اهو، ادي التيشرت اهو، هفرده فردت اهو كده على القلبة بتاعته، وهنحط جوه طبعا ممكن بلوفر، ممكن تيشيرت، اي حاجة. وهنحط الصندوق كده ونفضل، بصوا حتى في نقشة حلوة، فهي دي اللي عجباني فيه. وكل شوية بقى ندخل التيشيرت كده جوه الصندوق لغاية ما يداري. طبعا التيشيرت ده بتاعي فكبير، لو تيشيرت صغير برضه هيبقى حلو، يعني ايه تيشيرت لجوزك، اي حاجة. احنا كل حاجة احنا عايزين نستغل الحاجة اللي في بيتنا، وفي نفس الوقت نعمل حاجة تنفعنا وحاجة ما تكلفنيش. انا دايما افكاري احب ان هي ما تكلفش حد. طبعا لسه فيه برضو، بصوا اهو، هنفضل نشد فيها كده بحيث تداري كمان الكرتونة اللي تحت دي. هخلصه خالص واشده خالص وبعد كده نرجع لكم. وده بقى منظره بعد ما خلاص جبت الجوانب بتاعته وظبطته. ممكن بصوا من جوه بقى مداري الحته دي، ممكن تعمليها على فكره بدبوس شمع او بدبابيس، بس انا مش حابه الحكايه دي لان ممكن اغير شكله بعد كده، فده الحلو اللي فيه. يعني انا بقى ممكن استخدمه في ايه؟ ممكن الف البنطلونات الجينز اللي عندي رول كده واحطها جوه الصندوق ده، تمام؟ كل البنطلونات اللي عندي لفتها رول بالمنظر ده. طبعا بدل ما البنطلونات تبقى متكرمشه او تبقى مثلا في كل حته شويه، اهو بلفها رول واحطها جوه الصندوق اهي. طبعا لو في، بصوا واخد ازاي، يعني واخد لغايه دلوقتي حوالي 5، ممكن ياخد كمان عليهم زي 4 كده. فطبعا انت كده ممكن تحطي مثلا ده وتقومي حطاه في دولاب البنات او في دولابك. ممكن كمان فكرة تانية نستغلها فيه غير البنطلونات الجينز او الهدوم، ممكن نستخدمها في حاجة تانية. وتاني فكرة معانا برضو، كلنا طبعا عندنا طرح، فاللي ما عندهاش مثلا درج للطرح او حاجة تحط فيها الطرح، صندوق صغير زي ده ممكن، او منظم بقى وخلاص بقاش صندوق بقى او كرتونة، بقى عبارة عن منظم، ممكن ينظم لك كمية طرح كتيرة جدا. هنعملها زي ما عملنا البنطلونات برضو، كل الطرح. ممكن تعملي بوكس مثلا للطرح الستان، ممكن بوكس للطرح اللي هي القطن كده، هيبقى عندك اكتر من منظم وينظم لك حياتك خالص. هلفهم رول عشان وقت الفيديو وهوريها لحضراتكم. طبعا انا حطيت كميه الطرح الصغيره دي عشان بعد كده باذن الله هكمل، لان عندي اكتر من كرتونه فهعمل منها اكتر من منظم. بصوا هو لغايه دلوقتي واخد حوالي 6 طرح، ده ممكن ياخد لغاية 30 طرحة، فزي ما انت عايزة. ممكن البندانات مثلا تحطيها في الجزء ده والطرح في الجزء ده، هتبقى حاجة جميلة. تطلعي تقومي واخدة الطرحة بالايه، بالبندانة بتاعتها،
دي تاني فكرة. نقول فكرة كمان، ممكن تحطيه على مكتب ولادك أيام الدراسة، أو حتى مش في أيام الدراسة ممكن تستعمليه تحطي فيه النوت بوك بتاعتك اللي بتكتبي فيها مثلا كراسة بتكتبي فيها الوصفات، حاجات بتكتبي فيها أفكارك. إنما مثلا ده مثلا للكتب بتاعت بناتي وكده، في أيام الدراسة بحطه لهم على المكتب. وممكن وانتي برضو ممكن بقى تغيري بقى الحاجة اللي هي ايه لابسها دي، التيشيرت او حاجة هيبقى مناسب جدا لكل اوضة. مثلا عندك اوضة مثلا لونها روز، تلبسيهم حاجة كده يعني حلوة كده تليق وتتناسق معاهم. فدي كانت الفكرة الثالثة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. انا وريتكم 3 امثلة ممكن على فكرة تحطي فيه فوط، تحطيه في مثلا في درفة الفوط، هتبقى مرتبة. تقومي سحبة الصندوق كله وتقومي حاطة فيه الحاجة او واخدها بسهولة. ممكن كمان فكرة كمان، ان انت ممكن تحطي فيه لعب الاطفال وتحطيها في الدولاب بتاعهم بعد ما يخلصوا لعب خالص، بدل ما تجيبي منظم بقد كده، لا بكرتونة فاضية عندك ببلاش تقومي حاطة فيها لعب الاطفال. ممكن تحطي فيها اللي انت عايزاه، يعني تبقى منظم وشكلها حلوة، تبقى شيك ومش باينة انها كرتونة بأقل الإمكانيات. يا رب الأفكار دي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش بقى الدعوة الحلوة والاشتراك في القناة لو مش مشتركة عندي. يا ريت نفعل الجرس، يا ريت، علشان يوصل لكم إن شاء الله كل جديد، واللايك عشان يترفع الفيديو بتاعنا لو بتحبوا يوميات أسرة بسيطة. بس كده وشكرا. ولو في أي أفكار عايزيني أعملها لكم، ولو الأفكار دي عجباكم قولولي، لأن عندي أفكار منها كتير جدا، يا ريت تكتبولي في الكومنتات تحت. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.